This is just such a beautiful event, and it's amazing to be here and to dance with everyone, and like everyone's so beautifully dressed. Like, you look amazing. Yeah, and I'm just really happy to be here. Everyone is lovely. Yeah, it's great. Thank you so much. كما كتشوفوا دابا حنا كنتواجدوا في جامعه تاغازوت. يعني اللي حاضرين هنا راه تقريبا غادي يعطيو نفس الكلمه اللي غنعطي انا. والناس تاغازوت تبارك الله عليهم، سواء اللجنه المنظمه، السلطات، المسؤولين، وبالخصوص الشباب ديال تاغازوت اللي واقفين على هذا العمل هذا، وكنحييهم صراحه. يعني هذا الخير تبارك الله منظم. وبالنسبه للتنظيم ديال اليوم صراحه ما شاء الله، يعني كنت في جميع شحال البلاصه، ولكن بالنسبه لتاغازوت تبارك الله عليهم، يعني شي حاجه عندك خويا ما نكذبش عليك، تبارك الله عليهم. واش نقول في إطار الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، كما شفتوا أن العديد من المناطق لا تابى إلا أن تحتفل باحتفالية ديال بوجلود. بوجلود اللي هو موروث ثقافي ديال الحضارة الأمازيغية، تيبين تقاليد العريقة ديال هذه الأمة والاختلاف الثقافي في المغرب. الحمد لله الجماعة ديال تاغازوت أبد الا انه باش تعاون مع الشباب ديال تاغازوت باش تنظم هذا الاحتفال ديال بوجلود. الحمد لله اللي شفتو كان في نظام وانتظام، وكان واحد لو ريسبي ديال الجماهير، وكان حاج كبير ديال الجماهير من جميع المناطق المجاوره، اورير، تامراخت، انزا. هاد الشباب اللي ابى انه يعبر عن ان تاغازوت هي ايضا لها موروث ولها ثقافة ولها تقاليد ولها تاريخ، تاريخ ديال الحضارة الأمازيغية اللي متجذر في الشعب المغربي. ما يمكنناش إلا أنه الدولة ديالنا يمكن تعير واحد الاهتمام أكبر لهذا الكرنفال، كما جميع الدول تتعير الاهتمام ديال الكرنفالات ديالها. هذا ثقافة، هذا تاريخ ديال هذا الشعب، يجب على الجميع أنه يبلور باش تكون ثقافة كبيرة لهذا البلاد. شكرا على الجميع، وشكرا على التنظيم، وتنكبروا وتنشجعوا هاد الشباب اللي يمكن له باش يبرهن على أنه يمكن له يدير وينظم أحداث كبيرة مثل هذه. وشكرا. اللي كنحتفلوا به كل عام بمناسبة عيد الأضحى المبارك،
وكنحتفلوا بكرنفال بوجلود بين ماون بود ماون اللي كيكون كل عام وكنفتخروا به حنا كامازيغ وكنعتزوا به بالثقافه ديالنا وبالتراث ديالنا. واليوم كانت معنا مجموعه اي تو سيس اللي هي بالمناسبه من منطقه تغازوت، وكانت الاجواء زوينه الصراحه وكل شيء مزيان، وكان الحضور ما شاء الله زوين، وكان التنظيم في المستوى. كنشكر السلطات المحليه وكنشكر المجلس الجماعي لتغازوت اللي تعاونوا معنا وساعدونا صراحه بزاف الحوايج باش نتموا هذا الحفل هذا وينجح بهذه الطريقه هذه. الحمد لله كاين البروبليم اللي هو الدراري واعيين وعارفين بالمسائل اللي عليهم. كنشكروا الطاقم التقني ديالنا وعلى اللجنه التنظيم على هذا النظام اللي داروا لنا، شكرا بزاف. وراه كنوعدوكم بلي غدا راه كاين احسن من هذا الشيء ان شاء الله، وراه دوزنا البارح والحمد لله ديما تغازات. كنشكروا كاع اللي انضموا الدراري، راه تنظمات مزيان. كنشكروا كاع الدراري الله في الصيفة، كنشكروا رئيس الجماعة والقوات المساعدة والوطن كذلك على التنظيم اللي كان منتخب كاين لا صداع لا والو ديما تغازات. السلام عليكم الاخوان. المهم اليوم كنتواجدوا بمنطقة تغازات بمناسبة بوجلود 2022، وكنشكر كاع الدراري اللي نظموا هذا المهرجان هذا. مرحبا باي واحد في اي منطقة، واكادير اللي تتميز خصوصا بهذا التراث هذا اللي ورثنا من جدودنا من الامازيغ. تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.